نجحت الإمارات على مدار السنوات الماضية في تحقيق إنجازات مهمة وكبيرة في مجال تصنيع الأقمار الاصطناعية، واليوم يعلن مركز محمد بن راشد للفضاء وبالتعاون مع كليات التقنية العليا عن انطلاق العمل على تطوير القمر الاصطناعي HCT-SAT-1، وهو قمر اصطناعي نانومتري متخصص لرصد الأرض. حميد الزعابي ومعه التفاصيل. نحن هنا في مركز محمد بن راشد للفضاء حيث الطموحات تعانق السماء. حديثنا اليوم عن القمر الاصطناعي HCT-SAT-1 الذي يعد استثمارا جديدا للعقول الإماراتية في صناعة الفضاء. هو تعاون يجمع بين فريق من الخبراء في مركز محمد بن راشد للفضاء وطلاب كليات التقنية بهدف نقل المعرفة لهم في مجال تصنيع الأقمار الاصطناعية بدءا من مرحلة التصميم وحتى التشغيل. اليوم طبعا تعاوننا مع كليات التقنية وبناء HCT-SAT أول قمر اصطناعي لكليات التقنية، ومشاركة 4 كليات من حول الإمارات، تقريبا 50 طالب وطالبة. هذا بالنسبة لنا استثمار في البشر، فاليوم من خلال مشاركتهم في البرنامج هذا بيدخلون في كل عمليات تصميم وبناء الأقمار الاصطناعية، بيتعلمون على قمر مصغر كيفية البناء والتصميم وتجهيز كل البرمجيات والتحكم بالقمر وإطلاقه. إذن هي مبادرة واعدة جديدة في مضمار الفضاء، ستعمل على خلق تجربة تعليمية شاملة وستوفر للطلاب فرصا لا مثيل لها للعمل في قطاع الفضاء. وجود هذا النوع من الشراكات يعتبر جزء مكمل للعملية التعليمية، خصوصا فيما يتعلق بملامسة الطالب للواقع العملي. دور مؤسسات التعليم العالي اليوم يجب أن يكون جزء لا يتجزأ من خارطة الطريق في أجندة الدولة فيما يتعلق بصناعة الفضاء. اليوم نحن فخورين جدا بوجود مجموعة وكوكبة من طلبة كليات التقنية العليا من مختلف التخصصات، سواء كانت الهندسة أو علوم الكمبيوتر، بالإضافة أيضا للإعلام، في بناء مشروع مشترك ما بيننا وما بين مركز محمد بن راشد للفضاء. اليوم متواجدين في مركز محمد بن راشد للفضاء نشتغل على HCT-SAT-1 اللي هو عبارة عن كيوب سات مصغر. نحن كمجموعة مسؤولين عن الإلكتريكال باور سيستم، فنحن قاعدين نتعلم أكثر عن الإلكتريكال وكيف الإلكتريكال يشتغل في القمر الصناعي المصغر. ونحن فخورين أن نكون موجودين في المركز، أن نكتسب خبرة ومعرفة أكثر. الإمارات كانت ولا زالت تعمل على تعزيز الخبرات المحلية في مجال الفضاء بما يدعم تحقيق رؤيتها الطموحة لتكون مركزا عالميا لتصنيع وتشغيل الأقمار الاصطناعية. طموحات الإمارات في مجال الفضاء مستمرة، وها نحن اليوم ومن دبي مع إنجاز جديد قادم في تطوير وصناعة قمر اصطناعي يخدم البشرية ويبرز مدى حجم الثقة بالكوادر الوطنية في المشروعات العلمية العالمية. كان معكم لنشرة أخبار الإمارات من مركز محمد بن راشد للفضاء حميد الزعابي.